مساء الخير. انت شو جابك لهون؟ بكفي اللي اخذته من بنتي، لسه شو بدك اكتر؟ انت طلعت واحد وقح وما بتستحي، استغليت بنتي ورميتها. بس الحق مو عليك انت، الحق على بنتي، لانها صدقت واحد ازعر مثلك وبعدين تركها وهرب. هلا رح تعيش طول عمرها وراسها بالارض. انا ما استغليت حدا ولا رميت حدا وما هربت، ليكني قدامك. قال قدامي؟ كم يوم لك ما اتصلت فيها؟ جيهان جوا. ليش بدك ياها؟ لا عمل اللازم. مو هيك بديك؟ لو شو ما كلفني رح أعمله. جود، انت شو عم تعمل هون؟ خلينا نتجوز. شو؟ لازم نتجوز جيهان. من وين طلعت هالفكرة؟ انت ما كنت طايق تشوفني. لا تكبري الموضوع، خلينا نروح هلأ ونتجوز شو ما كان الموضوع. شو ما كان الموضوع؟ بحياتي ما حدا هاني بهالطريقة، حتى عروة ما ساوى اللي عم تعمله فيني. جيهان، أنا عم أعمل المطلوب مني، ما عم هينك. أنا بدي إياكي. يعني أنا بنظرك بستاهل الشفقة مو هيك؟ لك أنت كيف بتفكر؟ دمرت حياة كل اللي حواليك وحياتي كمان، ومستمر بدمارك لهلأ. انقلع روح من هون. طيب فكري منيح، أنا حاولت جهدي معك. مانك مجبور تتزوجني لأنه قضينا ليلة سوا. روح، لا تخاف، ما رح كون بلوى عليك. انت حر وضميرك مرتاح، طبعا اذا كان عندك ذره ضمير. عملت اللازم، بس بنتك رفضت. نعم جيهان. أنا بالكرفان، تقدر تجي هلا؟ شوفي، تخانقتي أنت وعروة، ليش رحتي هالكرفان؟ جود، نحن لازم نحكي، ضروري كتير، لو سمحت تعال. جيهان، أنا وأنتي خلص حكينا بكل شي، شو بدنا نحكي لسه؟ شو الموضوع اللي نسيتي تحكي فيه؟ قولي. ما رح أحكي لحتى تجي. أنا عم بستناك وما رح روح لمكان. جيهان، وينك انت؟ جيهان. اهلا وسهلا. انت نسيان الغاز مفتوح. اصحك تلمس شي. قلت لي لازم نموت سوا، تتذكر؟ قلت لي اذا ما عشنا مع بعض رح نموت سوا. جيهان، انتي مانك منيحة. لا تقرب، نحنا ما رح نعيش سوا، معناها لازم نموت سوا. اذا ما رح نعيش سوا منموت سوا. نبحتي من ايدك. اتركني، اتركني، بدي موت. اتركني، ما بدي اعيش من دونك. اتركني موت. اتركني.
انت ليش طلعتني من هنيك؟ لك جيهان، شو انت مجنونة؟ شو كان بدك نحترق ونموت يعني؟ بالحالتين عم نحترق. انا قلبي عم يحترق كل يوم. انا من حبك كل يوم عم موت جود. ما في حدا بيموت من الحب جيهان. يمكن يموت بحادث، ويمكن يموت بالمرض، ويمكن يموت بالحرب، ويمكن برصاصة يموت، بس من الحب مستحيل يموت. انت كتير متغير علي، مو عأساس بتحبني. قلبك ما عم يوجعك؟ تعودت، طول عمري عم بخسر اللي بحبهم، وانتي مانيك اول وحده بخسرها. اسيل هيك عملت معي، وقتها ببساطه تركتني وراحت لغيري، واللي قبلها كمان تركتني، والقصه بلشت من امي. ومشان هيك قلبي قسي وما بقى حسيت بشي، صار عندي الموضوع عادي. وصدقيني انتي بكره رح تتعودي وتصيري مثلي. اتعود؟ اصلا الحق مو علي. ماشي، لك شو انت ما عندك قلب؟ ها، انا كرمالك كنت رح اقتل حالي اليوم. حكي امي كان صح، انا ما بهمك ابدا، انت عم تتسلى. بس الله لا يوفقك يا حقير. العقل. ايه انا من الريحة عرفت انهم طيبين، وعن جد ماني مصدقة امتى تخلصي لحتى ذوقوا. هي جود رجع. جود؟ شو صاير لك؟ خالو؟ كأنك مجروح، في عرقتك دم. أنا منيح نور، لا تخاف، ما فيني شي. يلا رجعوا عدو. لا نور. طيب فهمني من وين هذا الدم؟ في شي؟ جود، جود قوم لجوا، اتسطح التخت. جود سمعني. جيهان لا تخافي، ما فيني شي. شو رأيك اطلب لك الدكتور؟ حالتك تعبانة كتير. لا حاول تقوم. ما في داعي تجيبوا دكتور. استنى. شبك تعبان كتير، ومن شو الدم يلي هون؟ انت مجروح ما هيك؟ لك وقف شوي خليني اشوف. جود، هي مو أول مرة بتدوخ، أنت لازم تشوف دكتور بأسرع وقت. جيهان خلصنا، اسكتي بس دقيقة، ما فيني شي، برعت بالدم، مشان هيك حاسس حالي تعبان ودايخ شوي. لا تكذب، إذا متبرع من وين إشك كل هالدم اللي على أوعيك؟ لك هذا مانو دمي. أوف، خلص حاجي بقى تسأليني. ماشي، ما بقى أسألك بنوب، بس أنت لا تتركنا. أنت شو عم تعملي هون؟ جاي أحكي معك.
بشو بدك تحكي معي؟ آخر فترة كنت كرهنتيني، بقى شو اللي تغير هلأ؟ لأنه اليوم قعدنا أنا وبابا وحكينا عنك. إيه؟ وهو قال لي إنه كتير ندمان، ندمان لأنه ما صدق الحب اللي بيناتنا، وقال إنه ما بقى يوقف بوشنا أبداً. وبما إنه بابا رضي هلأ، فأمي رح ترضى بعد ما تعرف إنه هذا رأيه. يعني بصراحة جيت لقلك إنه هلأ ما في شي يوقف بطريقنا. يعني حكي أبوك يأثر عليكي، ما هيك؟ آه يا جيهان، يعني لو ما حكى أبوكي ما بتجي؟ ما بتسمعي كلامي وبترجعي بتعتذري، ولما يقول أبوكي روحي تسمعي له. تمنيت مرة واحدة تسمعي كلامي لي. هلأ أنا هون ومو مهم مين السبب. بلا مهم جيهان، طبعا مهم. قلتي لي من اليوم ورايح رح أكون جنبك، وشو ما صار معنا ما رح أتخلى عنك، بس عند أول مشكلة صغيرة تركتيني ورحتي، وأنا ما بقى أقدر أتحمل هالحركات بنوب. أصلا أنت مترددة كثير، فكري، بس مو بقلبك، فكري بعقلك بالقصة ورح تعرفي إنه أنا معي حق. ما فيني أساعدك جيهان، معي ما رح تكوني فرحانة. طيب لا تفرحني، أنا قبلانة أعيش معك بأي ظرف أنت بتختاره. أنا معك بحس أني إنسانة عايشة بحريتي وماشي على الشيء اللي أنا رسمته، وبقدر أعمل اللي بدي إياه. ما بتقدري، لا تهربي من الواقع يا جيهان. أنت ما فيكي تتركي أهلك، ومستحيل تتحملي هالشي. صدقيني صرت بعرفك منيح، رح تتعذبي كتير، لازم تتراجعي فورا. استسلمي خلص، شوفي حياتك. ليش مين قالك ما عم شوف حياتي؟ مثلا اليوم أنا مو راجع على البيت ورح نام هون، وما رح أترك هالبيت، بدي ضل هون جنبك. طيب مثل ما بدك، أنا تعبان وبدي نام. بس كنت بدك تطلع. ماني قدران. شو بدك جيهان؟ أنا نعسانة وبدي نام. ما فهمت. ما في شيء لتفهمه، بدي نام هون. شبك أنت جيهان؟ ما في مكان، التخت صغير، مو شايفتي؟ شايفة، بس أنا قطعتي كتير نعمة، يعني منوسع سوا. شايف؟ مرتاح ما؟ شو عم تعملي هون؟
برد كتير هلا بتمرضي. قومي على بيتك. جيهان شو بكي؟ ليش عم تبكي؟ وقبر مين هاد؟ جيهان 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 روحي من هون، روحي جيهان. ما عم تسمعيني؟ جيهان روحي من هون، روحي. ليش لساتك قاعدة؟ تركيني يا جيهان، إذا ضليتي رح تموتي معي. روحي، بترجاكي روحي. روحي، كملي حياتك لو سمحتي. أنت عشت طول عمرك وحيد، بس هلأ ما رح أتركك لحالك. أنا رح أضل جنبك يا روحي، وما رح أتركك لحالك. بدونك ما بدي هالحياة. لا تخاف، جود رح أضل جنبك لحتى موت. نضل نايمين هون. جيهان، جيهان لا تنامي. جيهان لا تنامي، قومي رح تموتي، بترجاكي. لا تعملي هيك، قومي لو سمحتي رح تموتي. قومي، لا تعذبيني أكثر يا جيهان. قومي روحي لو سمحتي، أنت لازم تكملي حياتك وتنبسطي. قومي جيهان، فيقي جيهان، فيقي. حبيبي شبك؟ ليش خايف كل هالقد؟ شفت كابوس؟ احكي لي شو شفت. جيهان ليش ما بدك تروحي؟ تركيني بترجاكي. روحي روحي، الله يوفقك، روحي. شو عم تعمل؟ عم غير ثيابي، عندك مانع؟ يلا قومي البسي، بدي وصلك. امك بتكون خايفه عليكي. لا تحاول على الفاضي، ماني راجعه على البيت، ماني طالعه من هون لو بدك تقلعني.